نروح لموضوع مهم جدا شغل الرأي العام خلال آخر 48 ساعة على وجه الخصوص، الـ RSV. ايه الـ RSV ده؟ ده الفيروس التنفسي الخلوي. ده إصابة أطفال كتير جدا، نزلات برد، رشح، كحة، بيقولوا إن هي ما بتفارقهمش لمدة على الأقل من 5 ل 7 أيام. تعالوا نعرف الموضوع ده، وبرضه خلونا نقول إن وزارة الصحة طمنت الناس بشأن الموضوع ده وكتبت على الصفحة الخاصة بيها بعض الإرشادات. نعرف التفاصيل من دكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، معانا هاتفيا. صباح الخير يا دكتور إسلام. صباح الخير أستاذة هبة وكل مشاهدينك الكرام. عايزين تعريف للـ RSV. تمام. هو الـ RSV هو فيروس موسمي، وزي ما حضرتك تفضلت كده الفترة اللي فاتت كان منتشر وده وقته، يعني هو عموما الـ RSV وكان موجود يعني على احنا فكرة مش السنة اللي متفاجئين، فاتت. مش حاجة جديدة، لا مش حاجة عشان جديدة، الناس هو كل صورته ان هو متحور جديد من الكورونا، والبعض قال ده ده بقى احنا هيتوالى علينا الفيروسات الكتير. يعني كويس حضرتك اثرت النقطه دي. هي كل سنه الار اس في موجود، طبعا احنا بقى اهتمامنا بس اكتر، الناس بقت عارفه الاسم فالناس ابتدت تستغرب شويه عشان ما سمعتوش يمكن كتير، بس هو عموما كل خريف بيظهر الانفلونزا الموسميه الار اس في، نزلات البرد، ودلوقتي بنزود عليها كورونا بقى لنا سنتين، فده الموسم بتاعها. هي بتبدا في الخريف وبتنتهي غالبا على شهر فبراير مارس، بيكون اختفت تماما من أعراضه إيه يا دكتور إسلام؟ وإزاي هو. لو حد جاله الأعراض يتصرف، وإمتى يروح المستشفى؟ طبعا هو بالاول بيقعد في فتره حضانه كده في حدود 4 ايام قبل الاعراض نفسها ما تظهر. غالبا الاعراض بتبقى خفيفه، شبه شويه اعراض البرد والانفلونزا الخفيفه، سيلان انف، حمى بسيطه، التهاب في الحلق، عط، وبتقعد زي ما تفضلت في المقدمه من 5 ايام لماكسيمم اسبوعين وبيتخف هل بعلاج بتحتاج الاعراض. لبروتوكول معين او لمضادات حيويه؟ بروتوكول معين؟ لا، انا بعالج الاعراض، يعني مثلا لو جت من غير مثلا التهاب في الحلق مش عارف حاجه التهاب في الحلق، لو جت من غير حمى مش عارف حاجه الحمى، دايما بشوف الاعراض ايه وبديله دواء. المضاد الحيوي لا ينصح بيه الا اذا كان في عدوى بكتيريه، وده فيروس، فالمضاد الحيوي مش هيشتغل معاه. يعني مش فكره ان هيشتغل هو جاله امتى؟ شويه سخونيه يبقى على طول ياخد مضاد حيوي. يا ريت لا، لان احنا طبعا للاسف الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيويه ده مؤذي للطفل اكتر ما هو مفيد هو ليه، انا فيروس بعود اصلا الجسم لوحده. وده فيروس بالظبط. يعني المشكله بقى لو انتقلت العدوى من الجهاز التنفسي العلوي اللي احنا لسه قايلين اعراضه للجهاز التنفسي السفلي، صحيح. هنا بقى الحمى بتزيد، بيبتدي بقى فينا هجان وصعوبه في التنفس، اوقات بتوصل لغايه ازرقاء في الجلد بسبب نقص الاكسجين. ده لو حصل هنا هيبقى مستدعيه مستشفى، يعني لازم نروح خدوا بالكم نكشف يا في جماعة مستشفى. من الأعراض اللي بيقولها دكتور إسلام دي، في الحالة دي لازم على طول ذهاب مباشر للمستشفى. نهجان نهجان، تنفس غير منتظم، صعوبه في التنفس وحمى زياده، وزرقان وازدياد في في الجلد. الجلد. أيوة تمام، ساعتها ده انا محتاج ان انا اروح، لان طبعا دي حالات قليله وبقول معظم الحالات بتبقى خفيفه. طيب، من فبنرد على الفيروس ده يا دكتور عايز انتقل لحقنة البرد. ناس بقى بتروح تدي ولادها الحقنة بتاعة البرد عشان الفيروس الخلوي، وناس كمان كبار لما يجي لهم شوية برد فدلوقتي بيستسهلوا ياخدوا حقنة البرد، وبرضه حذرت منها وزارة الصحة. حقنة البرد أخطر حاجة، أنا أخطر حاجة إن أنا ليه يا أعملها في دكتور؟ الجسم، إن أنا أدي للجسم جرعة واحدة من أي دواء، سواء كان الحقنة هيبقى فيها مثلا للكبار ويحطوا مضاد حيوي ويحطوا معاها كورتيزون، الكلام ده خطر جدا. المفهوم عند جرعة، الناس انه اي حاجه حقنه تبقى مفعولها سريع، فصحح لهم المفهوم ده. هو أي حاجة حقنة هيبقى مفعولها سريع، وده صحيح طبيا لو كان الحالة مستدعية إن هي تاخد حقن ويكمل الكورس. بس يعني ما هي بالنا لو سريع وخطر، فيعني خطوره سريعه بالظبط، كمان. لكن ومش مكمل الكورس، يعني هو أخطر حاجة في الموضوع ده إن حد ياخد جرعة واحدة من أي دواء ويسكت وخلاص، زي مجموعة البرد على فكرة، زي ما في حقنة برد في مجموعة برد فيها كبسولة واحدة مضاد حيوي. الموضوع ده بيخلي الجسم كل مرة بعمل فيها الحركة دي استعداده لأن هو يحارب العدوى المرة اللي بعديها بتقل، بتقل، لأن أنا بخلي الجسم ما يقدرش يقاوم بتضعف البكتيريا، المناعة. بخلي البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية اللي أنا باخدها. الكورتيزون عمال على بطال للناس اللي بتحطها في الحقنه، طبعا ده مضر جدا للجسم، خطر. احنا بنحاول على قد ما نقدر ما ناخدش كورتيزون الا اذا كان في احتياج ليه. فبالتالي لا ننصح حقنه البرد، ننصح اي حد عايز ياخد حقنه بالذات انها تكون على الاقل مكتوبه في روشته طبيه واخدها من دكتور. طبعا ده هو التصرف البي كيو الوحيد 1 يا السليم. دكتور اسلام.
البي سي 1 متحور هو جديد؟ متحور فرعي من اوميكرون لسه. احنا طبعا الفترة هو اللي احنا فاتت خلصنا البي اي 5 ويعني من اول واحد لحد ستة وبعدين نقلنا على البي كيو؟ احنا دلوقتي بنشهد ان البي اي 5 و4 قلوا جدا، يعني 5 في امريكا بالذات حالاته قلت تقريبا النص، وبي كيو 1 زادت في امريكا ل 44% من الحالات. ده واستراليا طبعا احنا استراليا فيها سيرج، فيها حالات كثيره بقى لها اسبوعين وعمال تزيد، لسه سفينه امبارح مركب استراليا تقريبا كان فيها حالات كثيره، فيها 800 حاله من 3300، يعني تقريبا من كل اربع حالات كان في حاله بوزيتيف. بس هي الحمد لله حتى الان سواء بي كي 1 او الاكس توب فاريانت ما فيهاش اي تفاقم في الاعراض زياده عن اوميكرون، يعني الاعراض هي غالبا هيبقى اكثر انتشارا واقل او اقل شراسه في الاعراض. فده مش وحش الحمد لله طول ما احنا ماشيين في هذا الاتجاه. طب هل الفيروس التنفسي والمتحور الجديد وكل اللي احنا بنسمعه دلوقتي يعني ونزلات البرد اللي احنا شايفينها مع انتقال المواسم، هل ده يستدعي ان احنا نرجع نلبس كمامات تاني؟ يستدعي نلبس كمامات، وده نفسي تبقى في الكالتشر بتاعتنا من الصحه العامه لما يكون مكان زحمه، يعني انا رايح المترو اروح مكان زحمه سواء كان هي برد، انفلونزا، ار اس في، كورونا، الاحسن ان انا بلبس ماسك احمي نفسي، ولو انا عندي اعراض حتى خفيفه او شاكك او انا مخالط ابقى بحمي الاخرين. طب هي النمط السلوكي، اغسل ايدي كويس زي في 2020 لما كنا بنتكلم، احنا نسينا والله يا دكتور الحاجات دي، نسينا كل التعليمات دي لو هنعملها في كل بدايه شتاء هنبقى على الاقل بنقي ولادنا وبنقي نفسنا، ان احنا فتره الشتاء من الاربع خمس فيروسات الموسميه اللي بقوا خلاص متسجلين. الكابل بتاع الفيروس بتاع الانفلونزا نزل يا دكتور؟ الفاكسين خلاص يعني على مشارف النزول، يعني وهو كده كده عشان برضو الناس كانت بقى لها فتره بتتكلم على الاتش 1 ان 1. الفاكسين للانفلونزا بيحمي برضو من الاتش 1 ان 1 لان هو برضو السنه دي كان في حاله اتش 1 ان 1 للانفلونزا الخنازير. دكتور اسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات عشان بقى نقف عند الامور اللي بتعمل جدل عند الناس وبيبقوا قلقانين في اي فيروس مثلا يظهر او اي حاجه ليها علاقه بالصحه.